أحد قادة قواتنا المسلحة في حي الخالدية بحمص شرح لمراسلنا الحربي معين درغام الإنجازات التي تم تحقيقها في الخالدية وأحياء حمص القديمة وعملية تنظيف جامع خالد بن الوليد من العصابات الإرهابية المسلحة. بعد تحرير جامع الصحابي خالد بن الوليد من العصابات الإرهابية ومن ثم تم متابعة فلول الإرهابيين على الاتجاه المحور الشمالي باتجاه حديقة بيت العلو وباتجاه المعلمين بناء المعلمين. كيف كان تعاملكم مع الارهابيين؟ نحن اكثر شيء تعرضنا خلال العمليه الى عمليات القمص وعمليات التفخيخ اللي كانت مستخدمه بالبيوت، من خلالها تم الحمد لله باذن الله السيطره على عمليات القمص ومن ثم تفكيك العبوات الناسفه من قبل القوات الهندسه، وباذن الله تم احتلال الابنيه والكتل المحيطه على اتجاه شارع السلميه، وباذن الله سوف باقرب فرصه راح يتم تحرير كامل الخالديه ومجوره الشياح باذن الله. طبعا عملكم بباب هود عم يكون ايضا في عمليات نوعية لملاحقة الارهابيين. نحن مثل ما تعرف انه باب هود منطقة عبارة عن مكتظة سكانية وقديمة، وبالتالي عم نعاني اكثر شيء كونه مدينة حجرية على تعتمد اكثر شيء على الحجر الازرق والبيوت الكثيفة، عم نلاقي فيها صعوبة بالتنقل، بالكذا عم نلاقي تقنيص، عم نلاقي اكثر شيء انفاق عم يصير، من خلالها عم يصير شوي صعوبة، بس باذن وبفضل الجهود قواتنا المسلحة سوف يتم السيطرة عليهم وزحزحقهم وبإذن الله يتم تحرير هذه المنطقة بالقريب العاجل. طبعا كانوا الإرهابيين حاولوا ودخلوا إلى الجامع ليدنسوا الجامع، ولكن بواسطة الجيش حررت الجامع من رجس الإرهابيين. مثل ما شفنا نحن أنتم صورتوا الجامع، تم الاعتداء على مقدسات الجامع بشكل كامل، عاشوا فيه تخريب فساد، استخدموه لعملياتهم لانطلاق عملياتهم الإرهابية من خلال جامع الصحابي خالد بن الوليد. الحمد لله تم السيطرة على الجامع وتم طرد المسلحين من الجامع، وتم هلا ملاحقة الفلول على اتجاه بيت العلو واتجاه نقابة المعلمين. البارحة عندما دخلنا الطاقم الإعلامي إلى الجامع الصحابي الكبير خالد بن الوليد كان في علينا عمليات قنص عم تجي من الجنوب من حي الحميدية وأيضا من الغرب من جورج شياح. كيف اليوم تعاملتوا مع معاقل الإرهابيين وعمليات القنص اللي عم تستهدف محور ومنطقة الجامع؟ مثل ما ذكرت أنت أول شيء نحن عم نقاتل على ثلاث محاور، المحور الأول كرمشامية خالدية، محور ثاني جورج شياح، وعندنا باب هود، والحمد لله الشباب كمان عم يحققوا نجاحات على اتجاه باب هود واتجاه جورج شياح، وإن شاء الله بأقرب الفرصة إن شاء الله بيكون بيصير ملتقى كل القوات باتجاه جامع خالد بن الوليد وبيتم تحقيق النصر بإذن الله.